السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 12/2022 في الجولة السابعة من الدوري الإسباني. متابعين الكرام، لأول مرة تزور في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، اليوم اسبانيول تعادلت أمام فالنسيا 2-2، أحرز هدفي اسبانيول خوسيلو في الدقيقة 56 وسيرجي داردير في الدقيقة 83. هدفي فالنسيا عن طريق غابريال باوليستا في الدقيقة 54 واللاعب كوميرت في الدقيقة 96. سيلتا فيجو فازت على ريال بيتيس 1-0، أحرز الهدف اللاعب فيجا نوفاز في الدقيقة 9. جيرونا خسرت من ريال سوسيداد في مباراة كانت قوية، 8 أهداف في هذه المباراة. أحرز أهداف جيرونا الثلاثة اللاعب رودريغو ريكيلمي في الدقيقة 23 ومارتينيز في الدقيقة 27 واللاعب اسمه ايه كاستيلانوس جيمينيز في الدقيقة 48. أهداف ريال سوسيداد الخمسة عن طريق ألكسندر سورلوس في الدقيقة 8، ألكسندر سورلوس في الدقيقة 42، رايس مينديز في الدقيقة 66، زوبيندي إيبانيز في الدقيقة 71 وتاكيفوسا كوبو في الدقيقة 85. ريال مدريد تعثرت بتعادل امام اوساسونا 1-1، احرز هدف ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقه 42 هدف اوساسونا عن طريق كيكي في الدقيقه 50. متابعين الكرام، كده فاضل مباراه واحده فقط، غدا باذن الله تعالى الاثنين 13/2022 رايو فايكانو هتلعب امام اليتشي الساعه 9 مساء بتوقيت مصر على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العاديه. خلينا نتعرف على ترتيب الفرق. اولا نتعرف على المباريات السابقه. يوم الجمعه 30/9/2022 بدات الجوله بفوز اتلتيك بلباو على الميريا 4-0. يوم السبت 1/10 قادش تعادلت ام فياريال 0-0. ختافي خسرت من بلد لوريد 2-3. اشبيليه خسرت من اتلتيكو مدريد 0-2. مايوركا خسرت من برشلونه 0-1. خلينا نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، نحن الان في الجوله السابعه. برشلونه تتصدر لاول مره بعد 7 جولات بالنسبه لبرشلونه وريال مدريد. في المركز الاول برشلونه ب 19 نقطه والفارق هو فرق الاهداف 18 هدف، وريال مدريد المركز الثاني ب 19 نقطه ايضا ولها او بمعنى صح فرق الاهداف بين الاهداف اللي سجلت والاهداف اللي دخلت في مرمى 11 هدف. اتلتيك بلباو المركز الثالث ب 16 نقطه، ريال بيتيس المركز الرابع ب 15 نقطه، اتلتيكو مدريد المركز الخامس ب 13 نقطه، اوساسونا المركز الخامس اسف السادس ب 13 نقطه، ريال سوسيداد المركز السابع ب 13 نقطه، فياريال المركز الثامن ب 12 نقطه، فالنسيا المركز التاسع ب10 نقاط، سيلتا فيجو المركز العاشر ب10 نقاط، مايوركا مركز 11 ب8 نقاط، رايو فايكان المركز 12 ب7 نقاط، جيرونا المركز 13 ب7 نقاط، ختافي المركز 14 ب7 نقاط، بلد الوليد المركز 15 ب7 نقاط، اسبانيول المركز 16 ب5 نقاط، اشبيليه المركز 17 ب5 نقاط، الميريا المركز 18 ب4 نقاط، قادش المركز 19 ب4 نقاط، وإليتش المركز 20 والاخير بنقطه واحده. متابعينا الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة المركز الأول ب9 أهداف، المركز الثاني بورخا لاعب ريال بيتيس ب6 أهداف، المركز الثالث إياخوس باس لاعب سيلتا فيجو ب5 أهداف، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، المركز الرابع ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد ب4 أهداف، وبرايس مارتينيز لاعب ريال سوسيداد وخوسيلو لاعب إسبانيول، والمركز الخامس أليكس برينجور لاعب أتلتيكو بلباو ب3 أهداف، وألكسندر سورلوس لاعب ريال سوسيداد، وفيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، وانياكي ويليامز لاعب اتلتيك بلباو، وكريم بنزيما وابراهيم لاعب ريال مدريد، ولويس افيلا لاعب اوساسونا، اويهان ترابو لاعب اتلتيك بلباو، ورودريغو لاعب ريال مدريد، وفيدات موريكي لاعب مايوركا، والخاندرو رودريغيز لاعب فياريال، وصادق عمر لاعب ريال سوسيداد، وويليامز لاعب اتلتيك بلباو. متابعينا الكرام، بالنسبه لمتصدر صناعه الاهداف، متصدر صناعه الاهداف متابعينا الكرام انسو فاتي لاعب برشلونه المركز الاول صنع 3 اهداف، يتساوى معه دافيد الابا لاعب ريال مدريد، وجواو فيليكس لاعب اتلتيكو مدريد، ولي كانغين لاعب مايوركا، وميكل ميرينو لاعب ريال سوسيداد، وبالدي مارتينيز لاعب برشلونه، وجيلامون لاعب فالنسيا. المركز الثاني صنع هدفين اورين تشاوميني لاعب ريال مدريد، ولاعب دومينغوس لاعب ختافي، وجوليوس كوندي لاعب برشلونه، وكوكي لاعب اتلتيكو مدريد، ودي ماركوس لاعب اتلتيك بلباو، وعثمان ديمبلي لاعب برشلونه، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونه، ورودريجو لاعب ريال مدريد، وسامويل تشيكويز لاعب فياريال، وسيرخيو ليون لاعب بلد الوليد، وتاكيفوسا لاعب ريال سوسيداد، ويونس موسى لاعب فالنسيا، وايبانيز لاعب ريال سوسيداد، واليكس جارسيا لاعب جيرونا، وروبرتون لاعب الميريا، وشو لاعب ريال سوسيداد، وويليامز لاعب اتلتيك بلباو. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، واعتذر على الاطاله، كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.